مذ عرفت الله رب. عايشين حياتنا والله مبسوطين جدا بجد بجد. اي بنت مسيحية عايزة تأسلم ما تخافش من اي حاجة، تعالوا اقعدوا معانا بس بالائتلاف، وتعالي اقعدي معانا ليكوا بس يكلموا الائتلاف. فاي بنت عايزة تأسلم ما تقلقش من حاجة وما تخافش وتيجي للائتلاف. ولو في اي بنت عايزة تأسلم وعايزاني انا اللي اروح بنفسي واشهر معاها، انا ما عنديش اي مشكلة. والله العظيم احنا عايشين زي ما كنا في بيت اهالينا بالظبط، مش ناقصنا بس غير وجود الاب والام بس، والله معانا ربنا فعلا معوضنا فعلا عن النقطة دي، مش ناقصنا اي حاجة. احنا الحمد لله في مكان امين جدا وكويسين ومبسوطين، والائتلاف مش مخلينا محتاجين اي حاجة، وعايشين والله كويس جدا 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 وزي بيتنا واكتر، ومفيش اي حاجه ناقصانا خالص. وعمري والله ما كنت مرتاحه قد الوقت بالده بجد، يعني الحمد لله حاسين بامان وحاسين هنائي. يا لفوزي وعلائي، لا يطيب العيش الا في رضا. انا عايزه بس اقول حاجه كمان، البنات او المسلمين عامه اللي بيقولوا احنا ملناش دعوه، ما اللي تسلم تسلم والكلام ده كله، طبعا يعني المفروض هم يشجعوا البنات او الشباب وما يخافوش من اي حاجه. والحمد لله طول ما الواحد بيعمل حاجه عشان ربنا فده طبعا يعني ربنا فده اي حاجه في الدنيا. واي اساءه بتجيلنا من اي اخ مسلم او اخت مسلمه بجد، يعني دي بجد حاجه بتضايقنا جدا، لان يعني مش عايزين منكم حاجه، بتدعوا لنا بس بالثبات وتفكروا بجد وتقفوا معانا وقفه حق. حبيبي كف عن هذا التمادي. وانجلى عني ظلامي، ذهب عن قلبي الجليل، مذ عرفت الله ربي حلوة 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 حياتي.